ابي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انتم مستغربين انا في ماب بروك هافن دلوقتي ليه. بصراحه انا دلوقتي في الماب يا ابطال عشان لقيت اللي هو اللي اسمه يعني اللي اسمه موديل دوج ده، لقيته بيلعب. بصراحه قلت ادخل معاه واشوفه، يعني واشوفه هو بيتكلم مع الناس، واحاول ان انا اتكلم عليه واشوفه اصلا هو، يعني اتكلم معاه واشوفه هو فين. بس المشكله مش لاقي. ايه ده؟ ممكن يكون هم الناس اللي هناك دول؟ ايه ده؟ تعالوا كده نبص عليه. استنوا كده، كان كاتب حاجات. انا قلت اهلا، تعالوا نكتب مثلا ايه ده. انا ايه ده؟ انا دخلت فين؟ ايه ده؟ دي عصابه. لا مش عصابه، دي عصابه. لا دي عصابه. ده استنوا بقى، مش دلوقتي، احنا مش داخلين نعمل عصابه، احنا عايزين نكلمه. اهلا يا موديل. موديل دي عصابه فعلا. والله ما انا، والله ما انا غلبان. انتوا رايحين ايه ده؟ رايحين ياخدوا بنك ولا ليه؟ بس ده بنك ده، الله عليا، ده سوبر ماركت. طب يا جماعة اخد انا هاخد دي وهشتري شوية حاجات كده، يعني هو انتوا جايين تسرقوا؟ بس لا انا مش بسرق عشان ده غلط. ايه ده يا جماعة؟ والله ما انا خلاص، خلاص يا جدعان، انا ماشي خلاص يا جدعان. في ايه؟ ايه ده؟ ما ينفعش اقطع بموت اخلع. ايه اللي بعمل؟ ايه ده؟ ايوه العربية اللي هناك دي. تعالوا يا جدعان، احنا هنلعب بوك هافن، احنا هنجري ورا بعضينا ولا ايه؟ تعالوا كده، هو المشكلة مش عايز يرد. نكتب هلو. لا انا كتبتها غلط، الله عليا. نكتب هلو. تقريبا هو بصوا كاتب ايه ده، في حد معاه اسمه بوبي ذا يونيكورن. ايه ده؟ تعالوا كده، تعالوا نشوف. بيقول ايو مام، مش عارف يا ابطال. ايه ده؟ تعالوا كده نبص نشوف مين دي. ايه ده؟ هي دي فيو. تعالوا نشوف شكلها كده عامل ازاي. بوبي ذا يونيكورن، ده اللبس بتاعها، وده شكلها تقريبا شكلها طبيعي عادي يعني. بس هما تقريبا هنا. ايه ده؟ اهو يا ابطال، ده كان بيتكلم. هو بيقول لي نو. هو ايه اللي نو؟ هو انا قلت لك ايه عشان تقول لي نو؟ انا بقول لك اهلا. تعالوا كده يا ابطال، هو كان بيتكلم ايه؟ كاتب هاي، بعديها معرفش مي ايه، بعديها اوكي، بعديها سانكس، بعديها هو ايه ده؟ مش فاهم، معرفش ما كانوا بيتكلموا على ايه صراحة يعني. اقول له كيف حالك؟ بس انا كنت عايز اشوف هو تقريبا بيتكلم عربي. بس هو دلوقتي بقى ايه، هو ممكن اكيد ما يعرفش، هو ممكن يكون حاسس ان انا بصور فيديو. البتاع اللي انا في ايدي دي شيلها. ماشي، تعالوا كده ايه، عايزين نرقص رقصة التحيات. ايه ده؟ هو في رقصة تحيات؟ استنى يا عم نبص. دي رقصة تحيات؟ لا يا ماما، يا ماما. والله حلوة. ايوه يا مامي، يا ماما انا خفت. ممكن هنا ايه ده؟ ايوه جنب تمارين الصباح، واحنا ماشيين، واحنا عشان نقابل الهاك ونعمل معاه ايه تمارين الصباح. هو فين الهاك ده؟ طيب انت فين يا هاكر؟ سن... ايه ده؟ يا كلمة هاكر ايه ده؟ انتوا بتعملين سباق النهارده ولا ايه؟ اعملوا تمارين الصباح زي يا جدعان. بصوا شوفوا تمارين الصباح. اوه يا سلام يا سلام. مش عارف هو فين اصلا. انت وين؟ انا عايز اعرف هو فين. طيب نقابله نتصور معاه صورة يعني، ده راجل مشهور جدا. تعالوا بسرعة يا جدعان، لازم نشوفه، والله ما هسيبه. ايوه انا داخل النهارده عشانه. ليه بس؟ انت متضايق ليه؟ حاسه زعلان، عايز اخد صورة معك. مش عارف بقى يا ترى هيرضى ولا ايه صار. ايه ده؟ تعالوا، طب تعالوا نتنطط نطلع شوية كده على الزحلقة. ايه ده؟ بحر، الله. ما هو انا النهارده في فيديو النهارده قلت انا داخل معاه يعني. اهو ادينا اهو. ايه ده؟ ما ايه ده؟ ايه ده؟ بردك انت مصمم بقى، ده انت رخم. يلا ده انت مش يلا. انا بس اشوف قال ايه. هاي ده تقريبا يا ابطال مش حافظ غيرها. بس ابطال هو الفيديو ده من نوع جديد كده، قلت اعمله يعني ايه ويكون ضحك. الماب دي الصراحه بحبها قوي عشان بتقعد تضحكني يعني. بص بص يعني دلوقتي مش ما علينا خلاص. فاحنا هنا بيقول لنا هاي تكلم عربي دلوقتي اكيد يعني ايه، هيعمل بقى نفسه اللي هو مثلا من انجلترا مثلا او من اي حته اجنبيه عشان انا بصور. انا عارف والله انا عارف. تعالوا نعمل لهم تمرين الصباح يا جدعان. تمرين الصباح، يلا تمرين الصباح. والله ايوه تمرين الصباح اهو. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه ده؟ بوبي ذا يونيكورن كتبت اه. ما هو انا مش بكلمك انت اصلا. استنوا كده، طب ممكن ايه؟ طب اقول له ايه ده؟ موديل دو
ايه ده مود الدوج؟ مش عارف باين عنده الكيبورد معلقة باين، فكل شوية يعمل ايموشن. اتس مي اتس مي ايه ايه الناس دي يا جدع؟ ايه ده؟ اول ما اشوف يعني، انا عارف اللي هو مش هكر، بس انا قلت ادخل واقول لكم يعني اللي هو فعلا ايه اللي هو ده باين عليك الكيبورد عنده معلق. ايه انت لسه ايه يا عم انت؟ الله يشفيك. يا ضحك. ايه ده ايه ده؟ ابطال دي بتقول لي بوبي زي يونيكورن، بتقول لي اتس مي. يعني ايه اتس مي؟ يعني انت امه يعني؟ ايه ده استني، يعني انت ام سيد الهكر؟ ايه ده سيد يا سيد؟ خلاص يا جماعه، سيد جلدنا. واضح كده ابطال احنا مش هنطلع بالفيديو ده باي فايده منه خالص. ما انا عايز اشوفه. طيب اقول له وير ار يو؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، ده ليه؟ هو انت فين؟ هو مين الشخص؟ فين الشخص اللي بيتكلم اصلا؟ لا والله لا والله، بس انا يا عم انا بعمل تمرين الصباح والله ومشغول. فاحنا بقى انا مش عارف الاقي حد. ايه ده؟ مين الناس اللي هناك دول؟ هلا والله هلا والله، انا بس انا راجل محقق وكده. انتوا بتعملوا ايه فيه؟ مال رجلك؟ مال رجلك؟ الف سلام. ايه ده ابطال؟ ده طلع موديل دوج. هلا والله. ممكن صوره؟ واو والله صوره اسطوريه. استنى ابطال ناخد معاك كده صوره سيلفي حلوه. اثبت يا جدع، اثبت اثبت، ولا انا اللي اثبت؟ صح، اثبت يا جدع اثبت. وات؟ شوف ابطال. ايه ده ايه ده؟ تعالى هنا يلا، تعالى هنا يلا، اعمل معاه تمارين الصباح. يلا تعالى اعمل معايا تمارين الصباح. تعال يلا 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 يا ابن الذين، اعمل معايا تمارين الصباح. يلا ها تمارين الصباح. يلا يا موديل، يلا يا سيد تمارين الصباح. ايه ده يا ابني؟ يلا يا ابني اعمل يلا يا ابني. لا مش دي، ربنا يشفيه، ربنا يشفيك، مش دي. ده لسه بيفكر تمارين الصباح يا بابا. ايه ايه ده؟ لا لا ما تهزريش والله. ايه ده تمارين الصباح يا كابتن؟ يلا يلا شد شد يا ابني، انجز يا ابني. عامل معاه ايه ده؟ يا لهوي، اول ما اشوف هكر كده. اوكي يلا، ده بيدور فعلا الى هكر المحترف ده. يا جماعه هو مش هكر بس. ايه ده؟ اوكي برضك انجز هكر رخم، انجز ماشي يلا. ايه انت كمان ايه ده؟ شوف وراك. ايه؟ لا لا يا ابن الذين، يا ابن الذين هرب هرب. لا 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 يا ابن الذين، يا والله ما هسيبك، والله ما هسيبك. تعالى تعالى، والله ما هسيبك. هتعمل تمارين الصباح يعني؟ هتعملها؟ والله ما هسيبك. الحق ده راح فين ده؟ اهو اهو يا ابطال، اهو يا ابطال. يعني هو فاكر طبعا اللي هو هيهرب مني ومش هيعمل تمارين الصباح النهارده. يا ابن انجز يا ابن، ايه هتسافر ولا ايه؟ يا ابني انجز يا ابني، انت تعبني والله تعبني. ايوه ايه ده؟ ده راح فين ده؟ ايه ده؟ ده بقى ده شغال عندي حبيبي. تسلم اخويا حبيب قلبي. مش قادر اخويا والله. جامد جامد يا زميكس. بس مش باين. عباس عباس مين يا جماعه؟ والله ما لا لا مش اسمه عباس. مين هو اسمه عباس؟ والله ما اعرف. عباس مين؟ اوعى يكون اسمه عباس في الاخر الهكر يبقى اسمه عباس. او ماي جاد انا مش عباس. هو ايه ده؟ هما فاكرين ان انا عباس ولا ايه؟ يلا يا باشا اشرب تاني يا باشا، اشرب يا باشا اشرب. اعرف ايوه، ما انا مش عباس والله. ايه مين اللي دخل كتب عباس ده؟ عايز واحده حاجه ساقعه. حضر لي بقى واحده حاجه ساقعه كده سيد حبيب السيد. هات لي واحدة حاجة ساقعة. يلا الله يرضى عنك. يلا جعانين يا جدع. جعانين ايه؟ عطشانين. اوعى تهرب بقى اخر كلام والله. انا؟ ايه ده امال انا؟ ايوه ده ماله ده؟ يلا يا جدع هات واحدة حاجة ساقعة. ايه ده ماله ده؟ يا حبيبي ما نشوف كتب ايه. اوكي ماشي يلا ابعت لي يا باشا. يلا ابعت لي واحدة حاجة ساقعة يلا عشان عطشان. ايه ده؟ ده طلع الواد ده مين؟ ايه ايه ده؟ انت كده بتهزر. استنى استنى استنى، انت كده هتستعمل. قلت لك حاجه ساقعه، قلت لك حاجه ساقعه مش كده يا ابن الذين. ربنا ما هسيبك. كنت رحت تروح في، تعالى جاي معاك جاي. استنى اقول له جاي جاي. اوه دايم يلا بينا. او طبعا ابطال سيد هياخدنا دلوقتي
يلا سيد هياخدنا دلوقتي في جولة يعني أسطورية زي ما انتوا شايفين. يما مين ده؟ واحد هنا. طبعا سيد دلوقتي هياخدنا في جولة يعني جولة كده أسطورية جميلة. السلام يا جدعان. السلام يا جدعان. ايه انت موديني فين يالا؟ اوه ده باين عليا يوديني الشاليه بتاعه. واو يا ابن لا حبيبي والله يا جدعان ده الهاكر طلع اسطوري والله. ما طلعش هاكر ولا حاجه، ده طلع يا ابن يا رايق والله روقان جدا والله حبيبي. اخويا وديتني واحده مع اني معايا واحده، بس اخدها منك عادي شاطر ماشي. أه والله يا تصدق انك برنس. استنى لا لا ده لازم اقول لازم اقول. تصدق ايه ماشي، تصدق انك برنس والله نجم. لا 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 ولا لا لا الراجل ده برنس جدا يا جدعان. يا سلام شوف شوفوا قعدنا فين، شوفوا قعدنا فين وبيشرب معاه كوبايه الشاي ولا معرفش دي قهوه والله معاه، بس حاجه جميله وانتوا قاعدين. كيف الحال؟ كيف الحال؟ ده بيكتب لي كيف الحال. ما علينا سيبوكم اللغه بتاعته عشان هو يعني مش بيتكلم عربي يعني، وهو اصلا ما ماشي خلاص. بخير او بخيره؟ لا بخير يا جماعه خلاص اسف بخير والله. وطبعا واحد هنا نيجي نعمل تمارين الصباح، نشوف تمارين الصباح هتعمل ازاي. هي دي الحمد لله مش زي ما انا شايف. كوبايه ايدي الشاي في ايدي الشاي كوبايه ايه. ما علينا خلاص. استنوا كده هو بيقول ايه بخير. انا قلت له اخر حاجه بخير. والله الجو ساقع الجو ساقع. ايه ده راح فين الجو ساقع يا عم؟ تعالى انا ليه يا ابني؟ لا لا سلاح ليه 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 مش كده مش كده. كان نعوم شوية الجو ساقع ونعوم صح. الله عليا ايه ده يا سلام. شوف يا جدعان انا اوه يا سلام على دي. اوه يا سلام عم بيضحك. اوه والله بص هو حد من الابطال. اوه يا سلام سلم. اوه الجو ساقع وقاعدين بنعوم، ربنا يشفينا طبعا. يا نهار ابيض. لا والله يا جدعان الهاكر طلع يعني في باين عليها هاكر. الهاكر ده حد من الابطال وكمان عيل عسليه فانا حبيته. لا لا ده واضح ان احنا هنصور مع بعضنا فيديوهات اسطوريه جدا حبيب قلبي. طب استنى بقى اقول له اخر حاجه. قول للابطال يا قول حط لايك. استنى عشان انهي الفيديو. حط لايك واشتراك يعني ازاي. وي الف شين تي ري الف. هو واضح ان هو مش عارف يكتبها اصلا عشان هي يا ابن الذين. ايوه بقى حط لايك. ايوه بقى يا جدعان ده من الابطال، ده من الابطال والله برنس البرانيس. طبعا الابطال لو خدتوا بالكوا اللي في شخص بيكتب دلوقتي اللي هو نوب جيمز 464 عشان تعرفوا اللي ايميلي. انا ايميلي اسمه نوب جيمز 454 والسكين بتاعي معروف. ايه ده بيقول لي انت حلو. انت اللي حلو. انت اللي حلو ماشي ما علينا خلاص عشان ما تزيدش فيه. ايوه انا اللي عندي قناه اسمها ايبي جيم. ماشي يا ابطال كده فيديو النهارده خلص. انا قلت يعني اعمل لكم ده هيكون الجزء الاخير في اكتشاف اللي هو الهاكر اللي اسمه موديل دوج. هو مش هاكر ابطال، الجزء الاخير في اللي هو الاكتشاف. ايه ده بيرمي عليها فلوس؟ هلا والله حبيبي حبيبي حبيبي. هو اداني صراحه كوبايه القهوه دي يعني مزجاني صراحه وحاجه شاكه جدا. فعامه الابطال ده الجزء الاخير من الاكتشاف الهاكر اللي هو كان هاكر سيد. وطبعا زي ما انتم شايفين ده طلع حد من الابطال بس هو لابس وش بقى وقناع وانا صح شكيت فيه عشان كده عملت منه ورد كمان. يا والله يا جدعان هاكر عسليه جدا يا جدعان. يا نهار ابيض والله هاكر عسليه. فبس كده الابطال واحد بيرمي عليها فلوس. كفايه يا جدع كفايه هاكر عسليه. فبس كده الابطال فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده اي بي جيمنج ابطال الجيمنج وي سلام. ايه انا بغرق ولا في ايه؟ ايه حد يلحقني حد يلحقني. الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع الفيديو خلص حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى اوه اديله